الدروس اللي فاتوا شفنا الحمض ياك، عرفنا الحمض، عرفنا القاعده صافي. دونك الماء، جزيئات الماء، دونك جزيئات الماء تعتبر حمضا ام قاعده؟ وي اون فوليت سافي دير يقدر تكون حمض، تقدر تكون قاعده، صحيح. دونك اذا كان الماء عباره عن حمض سافي دير القاعده المرافقه له شنو هي؟ قاعده المرافقه له اش امو. دونك اذا كان الماء عباره عن قاعده دونك الحمض ديالو هو اش 3 او بلس. دونك مزدوجتي الماء، دونك الماء اون فوليت اي انه يلعب دور حمض ويلعب دور قاعده. دونك تفاعل دونك اذا كان عندنا تفاعل هنا بين سميتو الحمض اللي هو الماء والقاعده اللي هي الماء صافي. دونك معادله التفاعل شنو غادي نكتب؟ اش 2 زو وي وي بلس اش 2 زو اش كيعطيني هذا؟ صحيح اش 3 او بلس زائد اش او موان. اش 3 بلس زائد اش او موان. دونك هذه يمكن نكتب اثنان اش 2 زو ياك، جوج اش 2 زو كتعطيني دونك ناتج اش 3 بلس زائد اش او موان. دونك هذا التفاعل هذا كيتسمى تحلل البروتوني او التحلل الايوني للماء صافي، كتسمى لوتو بروتوليز. لوتو بروتوليز شنو هي؟ دونك عندنا الماء جزيئتين من الماء، جزيئتين، كل جزيئتين كل جزيئتين حنا كنعرفوا باللي الماء سميتو الماء مذيب قطبي او لا جزيئه قطبيه. ما معنى هذه جزيئه قطبيه؟ واخا دونك الماء جزيئه قطبيه ما معنى؟ الماء فيه اكسجين صافي ومرتبط بذرتي هيدروجين، هذه جزيئات الماء صافي. هذا تمثيل نورمالمون تمثيل ماشي تمثيل لويس دونك لي جزيئات الماء ياك. دونك هذا التمثيل هذا دونك جزيئات الماء دايره بحال هكا، عندك الاكسجين وعنده جوج ديال الهيدروجين اللي لاصقين فيه. دونك هذه الزاويه هذه الفا 102 فاصله شي حاجه. دونك هادو الفيبر، جزيئات الماء الفيبر يعني كتبوجي صافي. دونك الا كان عندي جزيئتين من الماء هاد كنقولوا بلي الماء جزيئه قطبيه، بمعنى جزيئه قطبيه يعني لها قطبين، واحد قطب موجب والاخر قطب سالب. دونك غادي نديروا الرابيل لغيا من هاد الشيء. دونك الاكسجين عنده العدد الذري ديالو هو 8 صافي، العدد الذري ديالو هو 8. دونك البنيه الالكترونيه ديالو راكو عاقلين ك، دونك البنيه الالكترونيه المستوى، دونك عندي النواه المستوى الاول كيهز زوج ديال الالكترونات، المستوى الثاني دونك هذا غادي يهز جوج، المستوى الثالث شحال غادي يبقى فيه؟ شحال فيه؟ 8 ديال الالكترون 6. دونك 1 2 3 4 5 6 هذا غير تذكير. دونك تمثيل لويس لجزيئات الماء كنمثلوا الكترونات الطبقه الخارجيه. دونك الطبقه الخارجيه هي هذه فيها 6 تاع لي زالكترون، هادو اللي كيكونوا بجوج هذا كيتسمى زوج غير رابط، كنديروا سميتو بخط، هذا زوج غير رابط الكترون الكترون، هذا كيتسمى تمثيل لويس ياك. هيدروجين اش واحد، دونك عندي النواة وعندي الكترون واحد في الطبقة الخارجية، دونك كنرمز لها بحال هكا اش وندير نقطة صافي. إذا هاد الأكسجين هذا كيمشي يلصق مع شحال من هيدروجين؟ اش دوزو، جوج ديال لي هيدروجين وي غادي يهزوك فاش كيك. دونك اكسجين مع يلا اكسجين مع هيدروجين يلا. دونك جزيئه ذره الاكسجين هيدروجين عنده الكترون واحد في الطبقه الخارجيه هنا طبقه وي صحيح. دونك شنو غادي يدير هذا الاكسجين هذا؟ غادي يجي لهذا الهيدروجين كيقول له نديرو انا هيك رابطه صافي سي سا سي كوم سا. دونك حط الالكترون ديالك، نحط الالكترون ديالي نديرو رابطه صافي. دونك غادي نديرو رابطه صافي. دونك هاد الرابطه شحال فيها من الكترون؟ جوج. لا ميم شوز، هذا مع هذا يديرو رابط دونك دوز الكترون. ولكن هاد الاكسجين هذا اكثر كهرو سلبيه. ما معنى اكثر كهرو سلبيه؟ له قدرة على أنه يجبد الإلكترونات أكثر من الهيدروجين.
دونك هاد لي زيليكتور هادو اللي غادي يديرهم مع الـ مع الـ مع الهيدروجين يقول له غادي يجبدهم عنده ياك. دونك مي غادي يجبد عنده هاد لي زيليكتور، لي زيليكتور غادي يوليو هنا حدا الاكسجين، يعني الاكسجين غادي يولي عنده الكترونات مجموعين حداه. الكترونات كي دار الشحنه ديالهم سالبه دونك غادي يولي عنده قطب اللي هو سالب، جمعت جبد عنده لي زيليكترون، الشحنه ديال الالكترون كي دايره دونك هنا غادي يولي شحال من الكترون جبد عنده؟ لا جوج ديالو ديجا صافي، وجوج دونك شحال؟ لا جوج ديجا ديالو جبد ديال مين؟ ديال الهيدروجين واحد هذا دونك جوج، دونك غادي نسميو هذا دو دلتا موا قطب سالب، وهذا مشى له الكترون يعني غادي يولي الشحنه كي دايره سالب موجبه، دونك هذا دلتا بلس وهذا دلتا، يعني اللي عندي قطب اللي هو كي داير موجب وقطب كي داير سالب. هذا علاش نقول ان الماء جزيئه مستقطبه او جزيئه قطبيه، وهذا الشيء اللي كيخلي الماء انه يذوب الاجسام الايونيه بشكل جيد، حيت عنده قطب سالب وقطب موجب، يعني الى هذا القطب السالب كيجبد ليه ديما الموجب، تجاذب كيوقع بين من؟ بين شحنتين كي دايرين؟ هاك دونك هذا سالب، الا كان عندي واحد المركب ايوني فيه موجب وسالب، هذا السالب كيمشي للموجب، وهذا القطب الموجب كيمشي للمنسل وكيفكوا لنا محلول، تفهمنا ولا لا؟ الا كانت عندك واحد الجزيئه فيها بار اكزومبل ان ا بلس سي ال موان مركب ايوني فيه ايونات موجبه وسالبه، وهذا الملح درتيه في الماء ياك؟ الماء بيسكو عنده ثنائيات القطبيه، عنده واحد القطب سالب هنا ياك؟ هنا قطب سالب سي ال موان غادي يمشي له القطب اللي هو موجب، دونك هذا القطب الموجب كيجي هنا يسق، حيت هذه سالب القطب الموجب يسق فيه، هنا سالب يسق مع الموجب وكي يفكوا له، هذه هي عمليه الذوبان، هكا كيذوبوا المركبات ايونيه. اذا هنا غادي نجيو حنا نهضروا على الماء، الماء قلنا بما انها سميتو جزيئه مستقطبه عندها قطب سالب وقطب موجب، الماء غير بوحدو دونك عندي جزيئتين من الماء، دونك عندي عندي سميتو H2O مع جزيئه اخرى H2O صافي. جزيئتين، هذا قطب كي داير سالب، هنا موجب 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 موجب، هنايا سالب صافي. دونك جزيئات الماء عندها واحد الحركه ارتجاجيه كتبوجي في المحلول، دونك اون فوا كتبوجي كيتلاقى هاد الجزيئه مع الجزيئه ياك، هاد القطب هنايا كي داير موجب وهذا اشنو كيطرى؟ هاكا دونك هذا كيلصق هنا صافي، اشنو كتولي هادو جوج شنو كيعطيوني؟ كيعطيوني بحال هكا، دونك عندي بلوس 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 مو هنايا هذا اش 3 بلوس، اشنو بقى لي في هذا؟ مشات واحد البلوس هنا بقى لي غير صحيح، دونك بقى لي غير دونك شحال عندي من اكسجين هنايا؟ واحد. شحال من هيدروجين؟ هذا هو اش 3 او بلوس، هنا شحال عندي من اكسجين؟ وهيدروجين واحد دونك هو اش، دونك هذا التحلل البروتوني للماء صافي ولا التحلل الايوني للماء. دونك جزيئات الماء جزيئتين من الماء، جوج جزيئات شنو كيديروا؟ وحده كتاخذ واحد البروتون اش بلس، وحده داك اللي مشى ليها فقداته كتعطيني اش او موان، دوك اللي خدات البروتون اش بلس كتعطيني اش 3 بلس، وهذه كتعطيني اش او موان، دونك هنا كيتسمى التحلل البروتوني للماء. دونك غادي نكتبوا هذا التفسير هذا عاد ندوزوا للحساب. اولا كبيره التحلل البروتوني للماء، عارضة الجداء الأيوني للماء، تحلل البروتوني للماء كيتسمى لوتو بروتوليز، لوتو بروتوليز. بيان سي شحال بي اش ديال الماء؟ بي اش محايد يعني سبعة صافي، بي اش تاع الماء هو سبعة صافي. دونك اولا صغيره التحلل الذاتي للماء، اولا صغيره يلا، اولا صغيره التحلل الذاتي للماء يلا،
تحلل ذاتي للماء. يلا دونك كتبوا. ينتج تتميز جزيئات الماء تتميز جزيئات الماء بحركة ارتجاجية. تتميز جزيئات الماء بحركة ارتجاجية مما يفسر التصادمات بينها. مما يفسر التصادمات بينها لكي يوقع تصادمات فسرة. خلال هذا التصادم تفقد جزيئة بروتونا. ماذا؟ اسم بروتون H بلس. صحيح. تفقد بروتونا H بلس. تفقد جزيئة بروتونا H بلس لصالح جزيئة أخرى. فسلا نقول أن الماء يتحلل ذاتيا. لون مغاير. نقول أن الماء يتحلل ذاتيا. نقول أن الماء يتحلل ذاتيا إلى لمن؟ شنو كيعطينا التحلل الذاتي للماء؟ اش او موا و اش 3 او بلس. هو يتحلل ذاتيا الى اش 3 او بلس و اش او موا وفق التفاعل. دونك ناخذوا هاد المزدوجتين والتفاعل. وفق التفاعل ناخذوا هاد المزدوجتين التفاعل هذا هنا. الماء ياك جوج جزيئات ديال الماء كيعطيوني شحال جزيئه ديال اش 3 او بلس شحال وحده ديال اشوم وحده وحده دونك اربعه شحال كيعطيوني جوج سته يعني العدد ديال هذا وهذا كي دايرين متساوي يعني التركيز ديال اش 3 او بلس والتركيز ديال اشوم كي دايرين متساوي صافي التركيز ولكن هذا الشيء فين في الماء خالق راني نهضر على الماء صافي دونك اش 2 يعني راني كنهضر على الماء فقط دونك التركيز ديال اش 3 بلس كيساوي لي التركيز نتاع اش او موا صافي دونك نكتبوا هادي. ينتج عن هذا التفاعل عدد من ايونات اش او موا. عدد من ايونات اش او موا يكافئ عدد ايونات اش 3 او بلس. يكافئ عدد ايونات اش 3 او بلس ومنه تركيز اش 3 او بلس يساوي تركيز اش او موا. تركيز اش 3 او بلس يساوي تركيز اش او موا صافي دونك نخرج على السطر. عند 25 درجة سي عند 25 دوغري سي بي اش الماء الخالص يساوي دونك بي اش ايكال 7 صافي. الماء الخالص بي اش ايكال 7 صافي. دونك هنا شنو غنديرو؟ غادي سميتو غنشوفو هاد التفاعل هذا. ندرسو هاد التفاعل هل هو تفاعل كلي او لا تفاعل محدود. دونك انا هنا درت شحال مساهم؟ جوج. دونك غادي نحاولو نبينو بلي ان التفاعل فهو تفاعل محدود. جوج لا اسهم كلي هذا فوقاش يكون كلي. دونك انا درت جوج اسهم غنشوفو هل واش هاد التساهل ولا لا صافي. دونك ثانيه صغيره التحلل الذاتي للماء تفاعل محدود.
تحلل الذاتي للماء تفاعل محدود. صافي دونك نعطيكم سميتو نديرو على شكل تمرين وحاولوا تحسبوا لينا نتوما طو. صافي طو وي تحسبوا لينا الطو ديال التفاعل نشوفوا شحال غادي يساوي. يلا دونك ناخذ حجما وي لا ديريكتومون ناخذ حجما في ايكال 1 لتر وي في ايكال 1 متر من الماء الخالص في ايكال 1 لتر ياك من الماء الخالص عند 25 درجة سي. نأخذ حجما في ايكال 1 لتر من الماء الخالص عند 25 درجة سي كتلته شحال الكتلة ديال 1 لتر؟ يترو شحال فيه مغرام؟ 1 كيلو صحيح دونك يترو فيه كيلوغرام ديال الماء يترو ديال الماء هو 1 كيلوغرام صافي دونك كتلته ام ايكال 1 كيلوغرام يترو ما هو كيلو كتلته ام ايكال 1 كيلوغرام فاصلة نقطة ولا فاصلة نعطي كتلة المولية ديال الأكسجين ام او شحال الكتلة المولية ديال الأكسجين؟ صحيح ام او 16 ياك غرام مول موانزا صافي سميتو ام ديال الهيدروجين 1 1 غرام مول موانزا مزيان دونك سميتو وي السؤال هو احسب نسبة تقدم تفاعل طو يلا ناخذ هاد سميتو حاولوا ديروا لنا جدول وصفي ياك ديال التفاعل هذا حسبوا لنا طو ما تنساوش باللي بي اش ديال المحلول شحال كيساوي 7 دونك ما تنساوش هادي بي اش ديال المحلول ايكال 7 يلا دغيا حاولوا تلقاو لنا طو اش دوزو هي وي الكتله على وي كتله الماء اش دوزو على الكتله الموليه للماء اش دوز ايكال دونك شحال عندي الهيدروجين هنايا باش نحسب الكتله الموليه جوج دونك جوج ام اش ياك شحال عندي الاكسجين 1 تطبيق عددي شحال عطيناكم الكتله 1 كيلوغرام يعني 1000 وي 1000 يعني 1000 على جوج في 1 زائد 16 هي 8 دونك شحال هادي مول مزيان دونك غادي نبدا يلا سي يلا سميتو جدول وصفي للتفاعل يلا دونك بداية التفاعل خلال تفاعل وهنايا نهاية تنقولوا نهاية التفاعل يعني راني في حالة توازن ياك صحيح وي اكس فينا هي اكس اكيليب دونك دو اش دوزو يلا دونك شحال كمية المادة هنا صحيح زيرو زيرو ياك دونك اكس اكس ياك موان دوز اكس فينال وي يلا دونك بغينا نحسبو طو وي طو كتساوي لنا اكس فينال على صحيح دونك نحدد واخا مزيان دونك تحديد اكس ماكس دونك باش نحددو هاد اكس ماكس شكون صحيح دونك الماء هو بوحدو يعني هو المتفاعل موحد دونك 55 فاصلة 5 ناقص 2 اكس ماكس صحيح ايكال زيرو يعني اكس ماكس شحال كتساوي يلا شحال 27 فاصلة مول مزيان واخا دونك هذا اكس ماكس دابا نشوفو اكس فينال ياك
دونك تحديد اكس فينال. من نجيب اكس فينال صحيح واخا من نجيبها مش دوروس فيه وي واخا اش كتمثل اكس فينال هنايا كميه واخا كميه الماده ديال من ديال اش 3 او بلس شحال قلنا التركيز ديال اش 3 او بلس هنا واه وشحال كيساوي واه شحال هو التركيز ديال اش 3 او بلس 10 اس ناقص بي اش شحال بي اش هنا حيت الماء بي اش ديالو ايكال 7 دونك التركيز ديال اش 3 او بلس التركيز ديال اش 3 او بلس هو 10 اس ناقص 7 ياك يعني كندرس الماء في درجه حراره 25 دوغري سي كي تيقال دابري هاد لو تابلو هذا اكس فينال على يعني اكس فينال شحال كتساوي 10 اس ناقص 7 فاش شحال الحجم ديال المحلول 1 لتر دونك شحال هادي 10 اس ناقص 7 مول وبالتالي طو شحال كتساوي لي دونك 10 اس ناقص 7 على 27.75 دونك شحال هادشي شحال لقيتو صحيح 10 اس ناقص 7 دونك هادي اصغر بكثير من دونك صغيرة بزاف على واحد يعني هاد التفاعل هذا كي داير جد محدود دونك تفاعل جد محدود يعني ما معنى تفاعل جد محدود من كتب شي حاجة خصني نفهمها شنو كيعني تفاعل يعني هاد التفاعل هذا واش كيوقع في هاد المنحة هذا وي صحيح ولكن من كنقول جد محدود صحيح ما يمشي من كنقول تفاعل جد محدود يعني في التوازن صحيح انا شرحنا معنى التوازن ديناميكي مزيان يعني واش الا درت الماء كان عندي الماء واش كيتحول لايونات من تنقول جد محدود يعني التفاعل كاع ما كيوقعش بزاف في هذا المنحى المباشر صافي من تنقول تفاعل كلي تفاعل كلي يعني اختفاء مشى صافي تفاعل جد محدود يعني تفاعل كاع ما كيوقعش بزاف في هذا المنحى المباشر يعني حتى الا وقع كيوقع بواحد النسبه كي دايره قليل لاحظ شحال طو 3.6 في 10 اس ناقص 9 يعني التطور ديال التفاعل صغير بزاف على واحد صافي يعني بحال الا ما كيوقعش كاع صافي تفهمنا دونك ناخذ هذا وعاد ندوزو ثالثا صغيره يلا ثالثا صغيره الجداء الايوني للماء يلا ثالثا صغيرة تفاعل عند التوازن اللي سميناها ماذا؟ كاير اليكيليب اللي سميناها كا اللي سميناها ثابتة قلنا هاد الثابتة هادي واش كتغير؟ يعني بالنسبة للمزدوجة ديال يعني باغ اكزومبل بالنسبة للتفاعل المدروس إذا كنا ندرسوا واحد التفاعل هاد كا هادي واش كتبدل بدنا تركيز المتفاعلات؟ لا باش كتعلق قلنا باش درجة الحرارة صحيح لو قلنا كا غتفقد سميتو ثابتة تتعلق فقط بدرجة الحرارة يعني هاد التفاعل هذا ديالي اللي هو دو اش دوزو دو اش دوزو دونك اللي عطينا اش 3 او بلوس اكو بلوس اش او موان اكو دونك ثابتة التوازن ديال هاد التفاعل هذا ثابتة التوازن ديال التفاعل كا ايكال ماذا تركيز ديال اش 3 او بلس زيد و تركيز اش او موان على من هاكاك الماء قلنا شحال واحد صحيح مزيان يعني شحال غتساوي لي كا صحيح دونك هي التركيز ديال اش 3 او بلس اليكيليبر فوا التركيز ديال اش او موان اليكيليبر دونك هاد وي يعني لا في هاد الحال شنو قلنا صح الى كان الى كنا صحيح يعني قلنا هاد العلاقه صحيح هادشي اللي قلتي تركيز اش 3 بلس كيساوي التركيز ديال اش او موان الى كنا ندرسوا الماء مزيان ولكن الى كنا كندرسوا باغ اكزومبل شي محلول اخر تفاعل اخر التركيز ديال اش 3 بلس ما كيساويش التركيز ديال اش او موان على حساب هاد المحلول هو حامضي ام قاعد هنايا صحيح في هاد الحاله هذه الى كنا ندرسوا فقط الماء ياك كتحلل التحلل ديال الماء قلنا التركيز ديال اش 3 بلس التركيز ديال اش او موان متساوي صحيح دونك هنا هاد الثابته هادي غادي نسميوها كا او كنزيدو لها واحد صافي علاش ديال الماء
صافي جداء الايوني للماء ديال لو صافي ولا لا دونك ديال لو ثابته التوازن ديال التحلل الذاتي للماء كتساوي ل 10 التركيز ديال اشترو بليس فوا التركيز ديال اش او موان. هذه بما ان قلنا حنا ثابته التفاعل ثابته التوازن ديال واحد التفاعل لا تتغير يعني الا بتغير درجه الحراره. حنا كندرسوا ديما التفاعلات ديالنا في درجه الحراره 25 دوغري سي دونك ك او كتساوي لنا 10 اس ناقص 14 صافي شنو قلتي لنا قبيله هذه 10 اس ناقص 7 10 اس ناقص 7 دونك في هذه الحاله هذه صحيح 10 اس ناقص 14 هادو متساويين الا كان عندنا غير ما بوحدو ولكن الا كنا كندرسوا تفاعلات اما حمضيه اما قاعديه ديك الساعه التركيز ما غاديش يساوي ولكن هاد ك او هادي واش غاتبدل؟ ما تبدلش حيت قلنا ك او لا تتعلق ثابته تتعلق فقط بدرجه دونك الا بدلوا درجه الحراره ما بقاتش 25 دوري سي هادي غادي تغير فهمنا ولا لا؟ دونك علاش سميناها ك او؟ دونك هي ثابته التوازن كنعرفوها بحال كنعرفوا اي ثابته ديال التوازن ياك ديال النواتج على متفاعلات شكون هما النواتج عندي هنايا؟ اشترو فليس اش او موا الماء هو المتفاعل قلنا نعوضوه باش بواحد دونك زدت لها هاد او حيت هادي ثابته ديال من ديال الماء تحلل ذاتي للماء او لا تحلل بروتوني اذا ثالثه صغيره الجداء الايوني للماء ونكتبوا واحد الجمله